في سابقة لم يكن لها وجود من ذي قبل في المنطقة الغربية عموما، طرابلس على وجه التحديد، والتي لم نسمع أو نرى عن مثل هذه الجرائم التي تنم على فكر الجماعات الإرهابية وأبرزها تنظيم داعش التكفيري، حيث استيقظ اليوم سكان منطقة بن عاشور بطرابلس على صراخ جريمة الداعشي إبراهيم العماري، السجين السابق لدى ميليشيا قوة الردع الخاصة، الذي قام بقتل أمه وأبيه وأخته الدكتورة أمال العماري، التي وقبل هذه الحادثة المفجعة بأيام قلائل نشرت على حسابها الفيسبوك: خويا الغالي إبراهيم ربي يحفظه ويسعده ويعطيه ما في باله، ولكنها لم تعلم بأنها ستقتل غدرا على يد أخيها الغالي إبراهيم. حتى ابن أخته الملك الذي لم يتجاوز عمره 4 أعوام لم ينجه هو الآخر من سكين الغدر، وبعد ذلك يخرج ويصيح بين الجيران: لقد طهرت بيتنا وأعليت راية الله. إلا أنه لا نستغرب عن مثل هذه الحوادث بعد عملية تصدير الإرهاب والفكر المتطرف بدعم وموافقة حكومة الصخيرات، فالمرتزقة الإرهابيين السوريين حاملي الفكر المتطرف، منهم من هو من جبهة النصرة، ومنهم من هو من فيلق الشام، وثالثهم من فرقة السلطان مراد، كل هؤلاء برعاية وحماية تركية أردوغانية. فماذا كان ينتظر منهم السراج؟ هل كانوا سيأتون لطرابلس بالأمن أو بالاقتصاد القوي؟ أم كانوا سيوزعون أغصان الزيتون؟ ولا ننكر بأن أمثال هؤلاء كانوا بيننا يوما ما، وكنا نستيقظ على عشرات الاغتيالات والرؤوس المقطوعة والأجزاء المتناثرة والتفجيرات التي كانت الواحدة منها تتلو الأخرى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إلا أنه بفضل الله أولا وبعزائم جيشنا الوطني تم تطهير كافة المدن الشرقية من براثن هؤلاء، إلا أنهم وجدوا حاضنة سياسية في الغرب وبطرابلس المحتلة خصوصا، فما كان يحدث إلا ما حدث عندنا، وجريمة إبراهيم العماري خير المثال. علي الفايدي، ليبيا الحدث.